مرحبا شيخ محمد. يا مرحبا. الله يحييك شيخ محمد. الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقنا وياك. احنا زرناك في لقاء سابق وشرحت لنا انواع العسل الضهيان و قتادة والسمر والطلح. اي طيب شيخنا، وش جديدكم الحين؟ والله اخر ما انتجنا بفضل الله عز وجل كان عندنا عسل السدر اللي هو اخر انتاج تقريبا قبل اسبوعين، اللي هو هذا. اعطني انا على الكادر ما شاء الله تبارك الله. هذا اخر شيء؟ نعم، هذا اخر ما انتجنا اللي هو عسل السدر، انتاج الحدث الاسبوع الماضي ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبارك. طيب شيخنا، وش تواجهكم مشاكل يعني مع المستهلكين، مع بعض؟ ما شاء الله اغلب اللي اخذوا من عندك والله انهم يثنون يشكروا. الحمد لله، هذا من فضل الله. والله احنا عندنا مشكلتين اساسيه تواجهنا في العسل وتواجه اي نحا. المشكله الاولى هي تجمد العسل او تبلور العسل. الكثير من يعني اللي ما لهم خبره في العسل اذا راوا العسل بهذا الشكل المتجمد شكوا فيه وظنوا انه سكر. هذا على سبيل المثال، هذا شوف من مشكلة التبلور. كما تلاحظ التبلور أنواع حسب لون العسل. عندنا هذا العسل يعتبر من أغلى العسل اللي هو عسل المجرى. عسل المجرى. نعم، ولا يباع بهذه الصورة إذا كان متبلور بهذا الشكل. أها، متجمد. متجمد تماما. وهذا جميل. من أغلى العسل عندنا، سعر الكيلو. شو اسمه العسل ده؟ مجرى. عسل المجرى. نسميه في الطائف الضربة. أها. في الطائف تسمى الضربة، وفي الاسم اللي عاد شائع في المملكة اللي هو المجرى. طيب شيخنا، مع البرد الحين يتجمد العسل؟ اغلب العسل 90% 95% من العسل تتجمد. عندك مثلا على سبيل المثال السدر والسمر والطلح ما تتجمد اذا كان لوحدها، لكن نادرا عندنا في المملكه هنا عشان الغطاء النباتي نادرا ما تجي لوحدها، لازم يدخل معها مثلا السدر يدخل مع ضهيانه مع قتاده مع سياله، السمر يجي مع زهور الصيف ويتجمد، هو الطلح. كله يتجمد بسبب ان عسل بيضاء، اي عسل من العسل البيضاء اللي مثل القتاد مثل الضهيان مثل الصيف بجميع انواع الضرم، هذه عسل قابله للتبلور. شيخنا، هذه مشكله التبلور، يعني اذا تجمد العسل ما في اي اشكاليه. بالعكس، هذا دليل جوده. حلو. هذا دليل جوده العسل. طيب مشاكل اخرى؟ المشكله الثانيه اللي هي خفه العسل او خفه قوامه، والسبب الرطوبه. اذا جاء في موسم في رطوبه عاليه سواء في المرتفعات او في تهامه اللي هي بصفه عامه دائما رطبه. أي. يكون العسل خفيف القوى. خفة العسل هذه أيضا ما تعيب. شوف مثل هذا العسل الآن زي. عطني على الكادر هنا يا شيخي. شوف هذا العسل الآن مثلا، شوف. أي. يعني مو دليل إنه ضايفين عليه شيء أو. بالعكس هذا بس عشان الرطوبة مرتفعة في الجو. أي. وسببت خفة العسل، وهذه أيضا الناس شافوا العسل خفيف قال لك هذا العسل مو جيد، وهذا خطأ أيضا. جميل. العسل خفيف ممتاز بس ان تكون الرطوبه عاليه، سواء يعني العسل يتاثر بالجو المحيط. بالجو المحيط. نعم، بالجو المحيط. نعم. جميل جميل. الله يسلمك. بعض المتكلمين يقول لك مثلا حط العسل على منديل وحط هذا يقيس رطوبه العسل، ما يقيس جوده العسل. يعني ان شاء الله شيخ محمد، يعني الجلسه هذه والغرفه هذه انا يمكن اثنيت عليها سابقا واعيد ثنائي عليها. والله يا مرحبا، حياك الله. يعني يسعدني ويشرفني وجودك وجود اي اخ كريم في هذا المكان. الله يرزقك ويبارك لك ان شاء الله. الشيخ محمد واصحاب العسل يتعبون تعب، يعني يمكن تذكرنا معاناتك يا شيخ. الحمد لله، والله تعب حل عمل مثل اي عمل اخر متعب، واحنا نعاني من مساله التنقل في الليل لان نحن ما نقدر ننقل في النهار، لازم تنقل في الليل، واحيانا نمضي الليله والليلتين واحنا ننقل النحل من مكان لمكان تتبع للازهار ومواقع المطر، لكن الحمد لله فيها خير وفيها اجر من الله عظيم. الله يرزقكم ويبارك لكم الشيخ. هذا عسل السمر، وهذا عسل القتاد، هذا عسل الضرم وهو اغلى عسل الطائف، هذا عسل الضهيانه، وهذا الطلح، وهذا عسل مشكل اللي هو مخلوط مناح غذاء ودواء، واخيرا عسل السدر. يا سلام يا سلام. المخلوط هذا وش نوعه؟ هذا المخلوط انا قمت بناء على رغبه كثير من الاخوان، خلطت جميع العسل الموجوده من الصيفي ومن الضهيانه من القتاده من السدر من الطلح، وسميته مخلوط مناح غذاء ودواء. ما شاء الله. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيه الشفاء والعافيه، وبالذات للاطفال مفيد لانه مشكل فيه جميع الفيتامينات والمعادن الموجوده في العسل.
شيخ محمد وشو؟ العسل السدر. عسل السدر كم كيلو؟ كيلو هذا 300 ريال الصافي، والشمع 350. جميل. ارجع للمخلط حق شيخنا، هذا المخلط اللي تقول جميع انواع العسل حاط معه. نعم نعم. بكم كيلو يا شيخي؟ هذا الكيلو 250. تذكر ما شاء الله تبارك الرحمن تقول للاطفال وعلاج والله نقول ان شاء الله تعالى، لان احنا جمعنا فيه جميع انواع العسل بناء على رغبه كثير من العملاء. ايه. يقولون الاطفال يحتاجون يعني عسل يكون مشتمل على جميع فوائد العسل. ايه. جمعنا لهم من العسل الموجوده عندنا وكوننا لهم مخلط اسمينه مخلط مناح الغذاء ودواء. مناح الغذاء ودواء شايفينه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيه لهم ما يريدون وزياده. الله يكتب اجرك ويبارك لك ويوفقك يا شيخ. ابو عبد الله. يا مرحبا. الله يرحم والديك ويبيض وجهك ويكثر خيرك. اسعارك؟ اسعار يقول ان شاء الله تعالى انها اسعار يعني مميزه ومقبوله على مستوى الباعه او اصحاب العسل بصفه عامه. جميل. احنا ما عندنا محلات ولا عندنا مصاريف عاليه، فلذلك الزيادات اللي في المحلات تكون عندنا مشغوله. جميل. طيب وللمتابعين؟ للمتابعين 10% خصم خاص للشيخ مبارك. الله يرحم والديك. اي شخص يجيك من طرفنا 10%. 10%. الاسعار اللي انت حطيتها 10% من الاسعار اللي حطيناها. من الاسعار اللي انت حطيتها. ابى احط رقم ابو عبد الله وسنابه وعلاكم. الله يسعدك. الله يحييك. ابو عبد الله موجود جميعاً. موجود في الحلقه الشرقيه باذن الله تعالى. باذن الله تعالى يجدون ما يسرهم باذن الله. الله يوفقك يرزقك ان شاء الله شيخ.